إرهاب الذئاب المنفردة، كابوس الجهات الأمنية في كل مكان حول العالم، ويبدو أن أجراس الخطر ترن بقوة اليوم في القدس، فكيف يتم رصد هؤلاء؟ وما هو الدور الذي يلعبه منفذو الاعتداءات الفردية في العمليات الإرهابية؟ ما بين 50 إلى 70 شخص فقط من داخل عرب إسرائيل الذين عبروا الحدود ولجأوا إلى الانتماء الفعلي العسكري والجهادي لحركة داعش. طبعا الجهاز الأمن الإسرائيلي لديه كل المعلومات المسبقة في معظم الأحيان. المعطيات هذه تعكس تحولا حقيقيا في طبيعة التهديد الإرهابي الذي تتعرض له إسرائيل بسبب دعاية تنظيمات متطرفة تنتشر في دول مجاورة شمال البلاد وجنوبها، فكيف تكافح الأجهزة الأمنية المحلية خلايا التطرف العنيف؟ بعد رصد الأشخاص، على سبيل المثال، كانت الخلية الأولى كانت خلية من جنوب البلاد، تم رصد كل تحركاتها، ثم لاحقا رأينا خلية في شمال البلاد من يافة النصر والنصر، 7 أشخاص، تم طبعا بشكل محكم وضع اليد على هؤلاء، والتعامل كان تعامل قانوني من جهة، ومن جهة ثانية تعامل جماهيري. يعني نحن رأينا أنه أجهزة الأمن تتوجه إلى العائلات وإلى الشخصيات الاعتبارية وكل الأجواء والمرجعيات التي صاحبة العلاقة، لأنه وضع هؤلاء الأشخاص هو شيء، ووقف أي زحف وأي انهيار وأي تقليد لاحق لمثل هذه يعني التحركات هو شيء آخر. التصاعد المستمر في العمليات الإرهابية منذ 3 سنوات وطبيعة تنفيذها باستخدام الدهس والطعن وخلفيات منفذيها تكشف أن رائحة تنظيم الدولة الإسلامية تفوح منها، ولكن تبقى السرية التامة التي تكتنف أنشطة الذئاب المنفردة هذه عقبة في تعقب مخططاتهم وإحباط عملياتهم في الوقت المناسب. أفكار الدولة الإسلامية بدخلوا لهان، وهذا بجزء أخطر إشي اللي منشوف، مش بس في الضفة ومش بس بغزة، برضو في إسرائيل. أنا بحكي لك من تجرباتي الشخصية، أنا كنت في مثلا في أم الفحم، هي مدينة هانة في إسرائيل في 48، وحكيت مع عدة أشبال فلسطينيين من عرب الداخل اللي حكوا لي نحن أبناء أبو بكر بغدادي، نحن أولاد داعش. ذئاب منفردة تحت راية داعش تنشر الهجمات القاتلة وتنطلق من كل مكان وزمان، تقلق الأجهزة الأمنية في رام الله وتل أبيب على حد سواء. ورغم الرفض الشعبي الفلسطيني لظاهرة التطرف العنيف وفق تقارير أعدتها مراكز استطلاعية، إلا أن استمرار هذه الهجمات الانتحارية يثير إشكالية حول مدى نجاعة الأساليب العسكرية في استئصال الأفكار العقيدية المتطرفة من أذهان ونفوس المؤمنين بها. إذا فلسطيني يلتحق في داعش بيعطوا له اسم حركي لا يذكر اسم فلسطين، ولكن بيت المقدس مثلا، في عندك ابو انس المقدسي، في عندك ابو محمد المقدسي. وبحسب مصادر أمنية إسرائيلية، طرأ زيادة كبيرة في عدد المعتقلين في السجون الإسرائيلية بسبب ممارسات نشاطات إرهابية تتبنى فكرة داعش من فلسطينيين وعرب من مواطني إسرائيل، حيث وصل عددهم إلى 83 سجيناً ومعتقلاً، بينما كان عدد المعتقلين في نهاية عام 2015 12 فقط. داخل الإسرائيلي هواجس تمدد رؤية داعش الفكرية والإرهابية في أوساط شباب مسلم تبقي حاضره، ويثير هذا الاحتمال قلق الجهات الأمنية والسياسية التي باتت تعكف على وضع استراتيجيات لمكافحته. من مدينة القدس لليوم على الحرة، عناب حلبي.